مرحبا، اسمي جورج سرباي واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من AAB Academy، السلسلة التعليمية اللي عم بقوم بانتاجها مع AAB World يلي بتهدف تساعد هواة التصوير يحسنوا من مستوى فيديوهاتهم. بهالحلقة عم نحكي عن أهمية الحركة بالإضافة لزوايا التصوير لنحسن ونجمل من مستوى الفيديو. انترو صغير وبنرجع. مثل كل المواضيع بعالم التصوير فينا نحكي لساعات لساعات من دون ما نغطي حتى 1% من كافة الأمور اللي ممكن نحكيها بهالموضوع. بالنسبة لموضوع زوايا التصوير في ألوف من الزوايا اللي ممكن نتحدث عنها ونشرح كل وحدة شو الهدف منها وشو بتحقق، بس لأنه هالفيديوهات هن للهواة أكتر شيء رح نتكلم اليوم عن 3 زوايا تصوير، أو أنا بحب سميهم 3 angles of attack. أول زاوية تصوير أم أول angle رح أتكلم عنها هي low shot. اللو انجل هي لما تكون الكاميرا عم بتواجه السبجكت اي الموضوع اللي عم نصوره بشكل مائل لفوق، يعني الكاميرا بتكون مستواها اوطى من السبجكت اللي نحن عم نصوره. اللو انجل اجمالا بنستخدمها لما نكون بدنا نظهر السبجكت تبعنا بشكل نعطيه قوة، نعطيه مركز ونعطيه ضخامة وكبر. تاني زاوية تصوير رح نتكلم عنها اليوم هي طبعا عكس اللو انجل اللي هي الهاي انجل. الهاي انجل هي لما نصور الموضوع تبعنا بزاوية ميلة كمان، بس هالمرة من فوق بهالشكل. وثالث زاوية تصوير رح نتكلم عنها اليوم هي الأكثر شيوعاً، هي اللي حتى عم بستخدمها هلأ بهالفيديو، اللي هي الآي ليفل. آي ليفل يعني مستوى العين، يعني الكاميرا لا بتكون لا ميلة لا لفوق ولا لتحت. هيدي الزاوية من التصوير هي الأكثر شيوعاً والأكثر استخداماً. ليش؟ لأنها مريحة للعين، الناس هن عم بيحضروا ما بحسوا بالقلق ولا بالرهبة مثل ما بصير فيهم إذا كانوا عم بيحضروا شوت معمولة باللو أنجل أم بالهاي أنجل تباعاً. ننتقل للموضوع الثاني واللي هو موضوع المفضل بالتصوير اللي هو الحركة أثناء التصوير. لما نتكلم عن الحركة عم نحكي عن حركة الكاميرا نفسها. في ألوف وألوف من الحركات اللي ممكن نتعلم عنها، بس رح اكتفي اني اتكلم على 3 اللي هني اكثر شيء شيوعا بعالم التصوير، خاصة لشخص عم بيبدأ مثلكم. اول حركة رح احكي عنها هي البان. البان بشكل مختصر هي لما تلف الكاميرا حوالى موضوع من طرف واحد بتكون عم بتفرجيه للمشاهد للطرف الثاني، وبذات الوقت بتكون عم تعمل هالحركة الدائرية لتترك الموضوع ام السبجكت اللي عم نصوره بنص الفريم اي الصورة بكل الوقت. اذا انتقلنا من اليمين لليسار بيكون اسمها pan left، اذا انتقلنا من اليسار لليمين بيكون اسمها pan right. فالبان بتاخد الاسم الاتجاه اللي هي رايحة صوبه. تاني عائلة من الحركات رح اتكلم عنها اسمها تراك. تراك هي لما الكاميرا تتحرك صوب ام تبعد عن السبجكت الموضوع اللي عم نصوره. تراك ان هي لما يكون عنا موضوع قدامنا والكاميرا تتحرك صوبه. تراك اوت هو لما يكون عنا موضوع قدامنا والكاميرا تبعد عنه. واخر حركة رح اتكلم عنها اليوم هي التلت، اي درجة ميول الكاميرا. التلت هي حركة بالكاميرا بتسمح لنا ننتقل من زاوية تصوير لزاوية اخرى. مثلا فينا نبدأ الشوت اي ليفل ونعمل تلت داون بصير عنا هاي شوت مثل ما تكلمنا، وفينا نبدأ اي ليفل ونعمل تلت اب بيصير عنا لو شوت كمان مثل ما حكينا قبل. الحركة بالفيديو هي جمال، وزوايا التصوير بيسمحولنا نخرج الفيلم بشكل أروع وأجمل لناخذ أفضل نتائج من المشاهدين اللي عم بيحضروا الفيلم. رح فرجيكم مثال على الشاشة تشوفوا فيه كيف دمجت حركة البان رايت مع تراك داون مع تلت اب لحقق مشهد سوبر جميل وسوبر رائع. ما تخافوا انكم تجربوا تدمجوا اي من هالحركات سوا مع اي من هالانجلز تكلمنا عنها وشوفوا شو بيطلع عندكم نتائج. قبل ما نختم هالحلقه من AAB Academy حابب اعطيكم نصيحه واحده اللي هي فادتني كتير as a filmmaker ام كصانع محتوى وصانع افلام. الاداه اللي استخدمتها اكثر شيء لاتعلم فن التصوير الفيديوغرافي كانت عنوان كبير اسمه الفضول، وكان عندي 3 انواع من الفضول. اول نوع فضول عندي اياه كان عندي فضول اني اتعلم. كنت دائما احضر سلسلات تعليميه سواء بالعالم العربي ام من برا وشوف كيف بيصوروا الفيلم ميكرز برا وهون وجرب اتعلم منهم وجرب انا اطبق مع نفسي كل الوقت. ثاني نوع فضول كان عندي اياه هو فضول اني احلل. كنت كل ما احضر فيلم
كل ما اشوف فيديو كنجرب حلل كيف تصور وليش تصور بهالطريقه وليش يلي صور الفيلم اختار انه يصوره بهالطريقه. هذا الشيء ساعدني دائما اني ضل عم فكر، وبالتالي لما يكون عندي انا تصوير شخصيا كنت روح جاهز لانه اوريدي انا مفكر بكل هالامور وعايشها اوريدي براسي. ثالث نوع فضول كان عندي اياه هو الفضول اني دائما 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 جرب، وهيدا بعتبره أهم فضول ممكن تستخدموه لتحسنوا وتطوروا من نفسكم دايما دايما. وين ما روح كنت أخذ كاميرتي معي، كانت تضل بإيدي الكاميرا صور كل شيء وأي شيء يطلع قدامي، وكنت جرب أعمل حركات بالكاميرا، جرب أعمل أنجلز بالكاميرا، جرب أي شيء شايفه على توتوريالز أم شفته بفيديوهات عجبتني وجرب عيده أنا وجرب كرر زيت النتيجة. فبختام الحلقة بتمنى دايما يكون عندكم الفضول، فضول أنكم تطوروا من نفسكم وفضول أنكم تتعلموا وتشوفوا غيركم شو عم بيعمل وتجربوا أنكم تعملوا أحسن وأحسن لنفسكم. بتمنى تكونوا عم تستفيدوا من هالسلسلة التعليمية. بليز ما تنسوا تعملونا لايك وسبسكرايب، وإذا عندكم أي سؤال أم أي استفسار بليز تركوه بالكومنتس تحت. ما تنسوا فيكن تزوروا معرضنا المنتشرة بكل الكويت، بالإضافة إنكن تزوروا موقعنا الإلكتروني www.aabworld.com. كان معكم جورج سرباي بهالحلقة من AAB Academy، بتمنى تكون نالت إعجابكن. بشوفكن الأسبوع الجاي، شكراً.